الوضعيه هي كارثيه، ما كتخش حتى شي حاجه. الحمد لله حنا في واحد المنطقه اللي هي مجال حضاري، وانتم كتشوفوا المشاكل اللي بلا ما نتكلم عليها انتم كتلاحظوها في العين ديالكم. حنا كنطالبوا من المسؤولين يجيو بعجاله يغيروا لنا هذه الوضعيه اللي فيها دابا، حيت الاولاد ديالنا ولا الامهات ديالنا ما كيقدروا يخرجوا ولا يدخلوا، خصوصا في فتره الشتاء. انتم كتشوفوا بالاعين ديالكم حوان كامله قراويه تلحتوا هنايا. حنا في الحضاري حنا مكرشين، لا دل هدو هالما هالوضع هذا، وحنا مكرشين. هالزيعة عندنا وحنا مكرشين. السلطات تجي تشوفنا رحنا مغرقين في الغيوصات، ما عندنا طريق، ما عندنا حتى شي حاجه. الطريق ولادنا ما عندهم منين يخرجوا، اللي عندهم كيبقى غارق كيسمح فيها في الاصلاح ويدخل في حاله. كانت عندنا واحد الطريقه في الاصلاح، جاو قطعوها علينا. دابا حنا بقينا في واحد الجزيره في وسط البحر، بقينا في وسط الجزيره، ما عندنا منين ندخلوا للدار ديالنا. هاد الدار ديالك ما عندك ماشي منين تدخل لها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.